بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. بدنا كان لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نكي كتاب روضة الأنوار لي إن شاء الله روضة الأنوار لاقش إن شاء الله سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم نيت إن شاء الله نلقى بنا نال واصلنا أنا حلقات مالينا جنوسي نال خير تتاريرا حلقاتنا إن شاء الله نحلقتنيني وري نبنانيني نبنانيني بإذن الله عز وجل شكاسة فتات رقم 18 قريش وهبيني حاول نخن النبي صلى الله عليه وسلم أزيد تسيد نقلو جدال در أخن نقاش در أخن بلابل إسنا مشاكل إسنا سخرية استهزاء نواتك وأشياء تقريبا سجمة ما وليك النقاط اللي ودينا نقنق نال دوينا نقنهم نال نكي قصة توحيد تري النبي صلى الله عليه وسلم ومشاكلنا توحيد رب العالمين دخلي واجهه كله ورنا قلنا عن قارنا وقل طبعا مواجهة ينوسك المشركين دي إن يعني المشركين قريشو وفار قريشو نوكد نيس يعني ضدنا ضد توحيد غرقنو ما قبل حق دي بعد الداخل قو أما أن باطلو ورا ينو غرقنوهن ضد حق خد حق دي نعدل ديها إن دين ديني وكن ركزة خدي بنا فترة اثنين توحيد كايرقوه نيا توحيد الله سبحانه وتعالى عبادة تدر أخن ربوبية تدر أخن ني أسماء دي ني صفات دي سير أخن يعني ناو ناتكل طلاح بورن قنوه لكن ربوبية مشكلة رقل أقلهم وريق يعني يا جار آكت ملك أخر دبر أخر خلق أخر خلق أخر رضا أخر كو أخر أو أخر قد أخر أرؤون القنوه لكن إلو هي سجن قشون القنوه عبادة جار سلاح قن يقدنو أديان سير لاح قن يقدنو من إشراك ناو أو سان ناو ان اسنامنا ونعبدون لمرغنوا نات بارغني ينو طيب اما قصه التوحيد فكانت راس القضايا واصل الخلاف انقلاف توحيد دي ان تراخذ الرقوق وريق الله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله يا فلاح جربدنا صلاح جربدنا خير جربدنا لاخو اما لا اله الا الله يا ما لنا شركيات ان بدع ان خرافات ان اسنام ان تنعبد دنوسهم بمنهم مجاري وجهتا يولى من قول النبي صلى الله عليه وسلم مشركين يخي على اساس يعني ان مشركين ان انبياء دي ان رسول دي ان اولياء دي ان صالحين دي وراني سنة قالوا لهم رجعهم وصلتنا دي جاردي المنقول ما أي إنسان ورنا بخرج رباخ وري مثلاً من السنة أنا ورنا نوع تقدونه دي بمرجعنا وسي ناد قرب سنة وجارلي ناد جابيتنا وجارلي ناد دعيانا وجارسي نادي جاردي المنقول واسطة أكاك خور وصلة أكاك خسير سينة ناد عبدون ور ناد قربون نور رجعنو النبي صلى الله عليه وسلم يخ الناس عن عتني سب منه ما لخو جابيته مباشرة قش قش للجار دي أخا ما جار لدن تلاو الجار ويولون صلى الله عليه وسلم أما الأعمال التي اخترعوها للتقرب إليهم فهي أنهم خصصوا لهؤلاء الأنبياء أو الأولياء والصالحين أماكن وبنوا لهم فيها البيوت ووضعوا فيها تماثيلهم التي نحتوا يعني نحت نابيني شاربينيك وري كانيلد وري كرنيلد وري ذهبلد وري عجوتلد وري فضتلد نوتك وحجاس نعسينك نعت عبدون القنو وكذلك نسنكر
يعني ودنا دو نا نبرة دو نا أنعامنا ونا ذهب نا أمتعتنا أموال نينغر كودو نا تكل أعمار رقوه قلوم. فأما الحرث والزرع والطعام والشراب والذهب والفضة والأمتعة والأموال فكانوا يقدمونها إلى أماكن قبورهم لهؤلاء الصالحين. نا نقوني دينا فرنو نا نبرها لدانوك ذهب لدانوك غرير لدانوك مهر لدانوك منين شيك فلان يقولنا ننا يسترقو سنك نعرف فلان وقلنا ورهم بقنا ويحقون بك أمري لك عن واجب سنك شاخون منك كودات ناس يو نيانا غلط جن يعني نا ربلي أمريلك برخاكم عن قرن أمريلك فديك ناس نهابكم يونو فرون رجنو نيسانك بالضبط أدينك أسونا دي ومرجونا خلنا أسنام ناولي. أما الدواب والأنعام فكانوا لهم فيها طرق فربما كانوا يسبونا باسم هؤلاء الأولياء والصالحين من أصحاب القبور أو التماثيل تقربا إليهم. وكان من جملة أعمالهم أنهم كانوا يحتفلون بهؤلاء الأولياء والصالحين مرة أو مرتين في السنة. أمر الله وكدر لهم مرت احتفال سنة أعياد سنك جمع استينك نين نات جينو تقرب رأك وقلوم قلير أكو قلوم أنك وتاسيناتك دوانك برا أن حضر لهم بوسي مدينة لهم بوسي امبرور لهم بوسي اتصالات ندنا ديس سينك دوينك موسم معين شخنو أيام شخنو أرفف أرستو شخنو أربع فلان لورقر قنوة تكاولي ينك جمع استنك نات عبدون وقنو. وكان المشركين يفعلون كل ذلك بهؤلاء الصالحين تقربا إليهم وإرضاء لهم ليجعلوها وسطاء بينهم وبين الله سبحانه وتعالى وليتوصلوا بهم إلى الله سبحانه وتعالى. يعني نعي سنك نادي جاردير ما نقول سبحان الله. الله سبحانه وتعالى مطلع على كل شيء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الله الخالق المدبر عليم سميع بصير قادر قاهر. معقول يعني قدام جارسي بارو قدام الواسطة الجارد مباشرة قدام تخية يكون ما نعشان يدنا وتكود ناس حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم نسبتنا دا ناوان ترينك حاربون ولنقنق. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى توحيد الله النبي صلى الله عليه وسلم ندعوتنا تقويسنك نبرنامجنا تقويسنك إن توحيد تقويسنك نسبت حاربون ولنقنق حاربون ولنقنق إن لا إله إلا الله يأينا دين ولنقنق. وخلع كل ما اتخذوه إله من دون الله شق ذلك على المشركين وعظموه وأنكروه وقالوا إنها مؤامرة أريد بها غير ما يقال. نا قابستونين أخلانين معامل أريخ شخنوخ نا كونين ينو وران ينكم قنهن. وقالوا الله سبحانه وتعالى أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم إن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة في الملة الآخرة إنها إن هذا إلا اختلاق. يعني نا أشياء نين نا محمد يو نين أشياء مستحدثات جديد جن نيت ناتكم بدنا منه اندين ان انت اكل دي ان انت ان اندير دينا وصديبو بعض الدقاء كرني لسمادني دهبا نقروانين قروا دي هسرور نار قروا سحر سنك الدمخر قروا نوايح وقنينيك استهزاء رسونو قنو جماعة كافيونو جوجلي يعني نخلازك ان كدمتنا وقدمو رقو. ثم لما تقدمت الدعوة وقرر المشركون الدفاع عن شركهم والدخول في النقاش والجدال ومناظرة المسلمين ليكفوا بذلك الدعوة إلى الله ويبطلوا أثرها في المسلمين وقيمت عليهم الحجة من عدة جوانب. فقيل لهم من أين علمتم أن الله تعالى أعطى عبادة المقربين التصرف في الكون وأنهم يقدرون على ما تزعمون من قضاء الحوائج وكشف الكروبات هل اطلعتم على الغيب؟ طبعا أول الناس ينسنك حجد انت تذيبه نجمع تنتيني دانو خلقناكما قدرناكما علم القيب شخنوما وقوخون اللوم
ويخون لهم يارن قد عوازة نواتك واسرة تقول لهم أو يد ذلك في كتابه ورأيتم يعني أو كمان ننتين دنو كتاب لهم بقمة ننتين دين إبراهيم سنبدنو من ننتين عباد دنو أما كنتم ذلك في كتاب أو رأيتموه أو ورستموه من الأنبياء أو هل العلم أو أهل العلم قال تعالى أم عندهم الغيب فهم يكتبوه أنه تكود الله سبحانه وتعالى يجد وقال كذلك ائتوني بكتاب من قبلي هذا أو أثارة أو أثارة من علم إن كنتم صادقين سورة الحق أفضل الله سبحانه وتعالى ناس يقولون من دك من تني دنا وحقاكا ائتوني بكتاب من قبل هذا يعني نكتاب نا توحيد نكتاب عن طرق دبكم نيجاب كتاب جارلت جماعة دوانا نعسلي قاريسلي ويحقون أن رددية ديبكم ويحقون قدو لاقش انتون حجة برهان در نيجن كتاب لهم بك جارية وقنياية قن قرات ميدنو نوايحقون يدنا انت مراس سنك ينا كل سنة ابنا ارنخون لهم ينا نسنة ابنا ارنخون لهم متمينا فرنن اكلان عبادت لا اكل جارد اكلان جار ند عبستو ان شر اخدقن ان نقص اخدقن النبي صلى الله عليه وسلم انت اخد ابوقن وقال قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون الله سبحانه وتعالى برضو كذلك ناس يقول لهم قل هل عندكم من علم علم شاحضنومه حقيقه شاحضنومه وكذلك من الطبيعي ان يعترف المشركون بانهم لم يطلعوا على الغيب ولا وجدوا ذلك في كتاب من كتب الانبياء ولا أخذوه من أهل العلم فقالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا والله ينعلم شخني كتاب شخني غيب لير الطلاع شخني لكن رأينا كنكون هون نتبع ما وجدنا عليه آباءنا لكن ين تمينو نين أكل نين أن ديني أخذ يبنى نا أسال فرنا كنكون هون نين ناندو كويس تقلع كان يعني عادات ينو تقاليد ينو ينك دي هذا نابلين أكثر دينة قارنا كله ين عادات دينا تقاليد دي إن دين ين أخذ خالفه جرب دلنا ين عادات دينا تقاليد دين ين أخذ سنة نيد فرعه أكن نيد خالفه أكن استفيدناكم منه ين ما نبرد جن ين ما نبرور جن مشكلة أخرى ين عادات ين أصول ين أفتاحات ين حاجات ين خصصوا ين تترخوا بوا تكيور عكس دينو فرقة مخالف الشرع واني يخديبو اتنكون بو مخالف الشرع واني يخديبو صنعتها شرع سجابيس نكون عداد دو تعاريد دو نواتكو جارلت قمو اخلاني ما استلابو وريقونا مشركين سنة حقنين وإنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون ينارنهم ina kuldi ina andina bina farnonton na atharli na farun gnawli na khot farna kon kon yuno na abnene ma ne na qadlat annabi sallallahu alaihi subhanahu wa ta'ala na sawgan na mawdu' tawhid khud wa bi hadha aljawab tabayyana 'ajzuhum wa jahlihim ma'an fa qila lahum inna allaha ya'lamu wa antum la ta'lamun yani 'ajzina khunu garasaga khunu fa arad urarguhun inna allaha ya'lamu wa antum la ta'lamun فاسمعوا منه صلى الله عليه وسلم ما يقوله ويخبر به عن حقيقة شركائكم هؤلاء يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم ننتن دعوا دنو ننتن أشرك دنو بهم ننتن واحد دنو ننتن عبد دنو ننتن واسط أخذناكم جربنو جرب دنو ننتن وسيلة دنو جاذن تذيل منقول نين انت سانك بشر جن قدام جن لاري كتاب رشخني علم رشخني علم القيب رشخني الله أرأو ناوى رني انتم رديني أي أنهم لا يقدرون على شيء مما يختص به صلى الله عليه وسلم كما أنكم لا تقدرون عليه فأنتم وهم سواء في العجز وعدم القدرة ولذلك تحداهم الله سبحانه وتعالى بقوله وليكن له الله سبحانه وتعالى انت دينا دينا جماعة اثنين لا أخوين نور عاجزين قل انتون عاجزين قل علمون كم يقدرن دنبي كتابر وقعدني قيدا بي علم القيبر واني قيدا بي نيشتونين ناو قلق فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين
من دك نجمع تنقرف في المبو نشيخ فلان نغلي ندنا ندعوت يلو بشيخ فلان نسيه نبقى يلو مدي وروان سينين دي بكم ودي سينينكم ورون عسينينكم نبرون قالتنا. وقال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير أي يقدر ما يكون من القشرة الرقيقة فوق النواة نتمرلي نتمرد من درسنا كلها جوا النواة نريتل قشرة رايم بتي واروح تكرد الجناير وري نان حبة تمرة وان ترى نحاسب على سيد كم نيجي من قطمير يشتري نا نتمرلي نتمرد كرسر دمبي جوا النواة نرم بتين فريرة نرجوا هم بريتل يعني شوية قشاء راي نحبة سرني سنة قالوا جناير راي خفيف رايم بق نيجي قطمير يشتاق ولا ندك ملكنا نجمعة تنتني دنو يقول لهم الله سبحانه وتعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. يقول الله سبحانه وتعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. الله سبحانه وتعالى يقول لهم وقال كذلك والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. ما أنتني دانو لا لي تراوش أخذني نقاب جاروب قرآن واضح يا أحباب الكرام. وقال تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وقال واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. إننا كنا نتنشرك دنا أبو مساكن عجزر قدرة بنهر علم بنهر معرفة بنهر حيلة بنهر لا رسيدنا قرسن. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. سورة الرعد ترى الله سبحانه وتعالى نيزي كلهم نالي غانا عن سنابي إنسان فادي أقول إنسان خوله نحب بدول نحب لاغاش تاكرن لهم ترى أكرم قدر كبهم لكن ناقا وان تنونسك أسر ديبو ناقا وان تنونسك أنت تكوب قد طبهم كرسالاني. الله سبحانه وتعالى أمثال كثير يعني حاجة دخلهم ولله المثل الأعلى نيسان قدو أفمن يخلق كمن لا يخلق أفهم أفلا يتذكرون أفمن يخلق خلقه كمن لا يخلق أفلا تتذكرون أفلا تتذكرون شوية تذكرت إنما عقل دنما فهم دنما حسب دنما. الله سبحانه وتعالى إن خالق دي مخلوق دي لاخمة خلق أخدي خلق أخدي لاخمة أخلاني إنسان سان أخدي سان أخدي لاخمة أخلاني. والله سامع كل شيء مدبر كل شيء خالق كل شيء. أتمنى هذا الله سبحانه وتعالى نابن آيات نموذعني القريو حايا يدخلهم أنهم ألفوا آباءهم في آباءهم ضالين إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يحرعون. نهبيني إن آيات قريهم نيل الله سبحانه وتعالى حاجة يدخلهم يخوفون من دون الله هذه يعني ناوك قوير أخن رجاء أخن خوف أخن محبة أخن حاجات إني ندي برجنو ناوك عبادات إني جاردك أستهلو نا أركان عباداته ناوك ندي نعد سون الله مرجنو أركان عباداته يعني محبة خوف ورجاء ناس ناتك وصرفون الله مرجنو نا أسنام ناو تصرفون الله مرجنو. أن تقول لا تراك بعض آلهتنا بسوء يعني نعم الله سبحانه وتعالى ضد بهمكم كذلك ورد على عليهم بتذكير المشركين والزامهم بما كانوا يشاهدونه ليلا ونهارا وهم وهي ان هذه الآلهة لا تستطيع ان تتحرك من اماكنها وتتقدم او تتاخر شيئا او تدفع عن نفسها شيء شرا فكيف تستطيع ان تضر المسلمين وتهلكهم. الناس انا منا يعني شارب دنو كانيلد خشبلد ذهبلد فضتلد سنعدنا اسدناخ كرينلد بلاستيك اخو اخن ما قد دناخ نيشوش دكا حرك سقا جابرا لقا دميرار لقا نفعقا وردرنا قاور نين وهبه يا سن اخو كروركم قدروركم نفعوركم ضرردوركم ناشانين عكلا يا الله سبحانه وتعالى يقول لهم
ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. وكذلك ضرب الله لهم بمثل في هذه المناسبة أمثال قريط أم بضيب الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. الله سبحانه وتعالى مثال نعطيك لكم مثلا يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن تسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. وقال سبحانه وتعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وكذلك بعض المسلمين عجزهم هذا بقوله رب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب. يعني من أصنامنا ونلوان ترون سقري وش أخرج بقرصك إنسان في خلد مدرد دي مدرت دفع قاخ مدرت سير يعني قاخ شر سير جيب قاخ خيرني بقول ناس قاخ يعني قريب ترى أكو ديبو لا لا دونت قشنر شخيرة ديبو قرصاك نا انتنين يكني الهمبو قريب حشير شخير ديبو قرصاك من أنا وتكوسي وهابي نعبدنا كلنا وهابنا نقدر أكون ينو قريب عرب عجر عقل وولو ميمالو ندوك قابو نقول. فلما وصلت النبوة إلى مثل هذه المصارحة هاج المشركون وماجوا وسبوا المسلمين حتى سبوا ربهم الله سبحانه وتعالى. فأما المسلمون فقد نهاهم الله سبحانه عن معاودة ما يسبب ذلك قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. نان إن شاء الله نهتل دويناغن ما بإذن الله عز وجل حلقة تردريتل بنان تردريتل شكاسة ستريتل تعذيب المسلمين تلقاها الناغن وحبينا عذاب سنون المسلمين وراح عمر سنون مقابل ان دعوة تغلي نحلق اتنيني نابري تركيز نرتل نروك ادلة ان شرك ومشركين ان حجج انه ينقنوا الله سبحانه وتعالى وهب حجج دولة مقهون قرآن وهب حجج دولة مقهون وراء وانسدي بمرقهون نتدبرهون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.